أخيرا ينضم لنا طالب مهدي بن عبد الله بن حماد الخياري، مهدي في الصف الثامن من مدرسة سلطان بن سيف بولاية نزوة. مهدي كان أمس حاب يشارك معنا بس ما لحق علينا، دخل الصف. مهدي صباح الخير. صباح النور. كيف حالك يا مهدي؟ خير الحمد لله. كيف المدرسة معك؟ الحمد لله. إيش حاب تشاركنا مهدي اليوم؟ أقدم شعر عن السلطان قابوس. نسمع يا مهدي. سيدي قابوس يا مالك العز، ممسك الديار بقبضة الإسلام، ازدانت عمان بالشهامة والكرم، مهما كان الثمن لن يطول الزمن، وبين يدي عمان سلاح رادع، هي حكمة قد رواها التاريخ بألسنته، هذه عمان العز والفخر، ودليلها بين الأعين كالدمعة سائل، ودمعة عمان كنز الحياة، فأنت قابوس مؤيدنا ورافع علمها، أعدت فيض العلم لأبنائها ولعمان سموها وعلوها، فما لنا إلا أن نردد لله، ربنا احفظ لنا جلالة السلطان، واستجب من كل الأفواه، فعمان لن تخلو من العز حتى لو بالأرواح. تحية لك يا مهدي، هذه أنت كتبتها يا مهدي؟ أيوه. أنت حاب تكون شاعر في المستقبل يا مهدي؟ أيوه. طيب وعشان تكون شاعر ايش اللي جالس تسويه الحين، يعني على اساس تكون شاعر باذن الله تعالى، ايش اللي مركز فيه؟ اتدرب على القافيه وعلم الشعر. وتقرا؟ ايوه. لازم تقرا كثير صحيح؟ صح. وايش راح تكون بعد باذن الله تعالى في المستقبل يا مهدي، ايش حاط في بالك؟ مذيع في قناه في تلفزيون سلطنه عمان. يا سلام، مذيع. راح تكون مذيع ايش؟ حاب تكون تتخصص في ايش؟ مذيع أي شيء. مذيع أي شيء، أخبار، برامج. أيوه. إنزين ليش حاب تكون مذيع؟ إيش المميز إنه الشخص يكون مذيع يا مهدي؟ المذيع يكون إنسان معروف بين الناس. وإيش بعد؟ ينحب بينهم. محبوب بينهم. والله ان شاء الله يعني يكون المذيع دائما محبوب بين الناس. بس خبرنا يا مهدي، عشان كذا بس يعني حاب انك تكون مذيع انه الناس تعرفك؟ لا. ليش؟ وايش بعد؟ خبرنا. تكون القنوات العمانية قنوات مشهورة في المجتمع العربي. ان شاء الله، يعني قصدك انه تسهموا في القناة نفسها و تساعدوا في طبعا ازدهارها وتطورها ان شاء الله يا مهدي، ان شاء الله باذن الله تعالى. نتمنى لك كل التوفيق وتصير مذيع ان شاء الله معروف ومشهور ومذيع قدير باذن الله. شكرا لك يا مهدي. شكرا على مشاركتك معنا اليوم. شكرا. مهدي بن عبد الله بن حماد الخياري في الصف الثامن من مدرسة سلطان بن سيف بولاية نزوة، تأليف طبعا الشعر والإلقاء، وحاب يصير مذيع.